كان معايا امبارح نجم الكرة التونسية زبير بيا، وقال لي انه شايف انه محتاج والتر بواليا ياخد فرصة اكتر من كده، موسيماني محتاج يديله فرصة اكتر من كده، ويعني زي بتقول نستنى عليه شوية. انت شايف ايه؟ بص، اصل هنا في النادي الاهلي الامور بتبقى صعبة شوية، يعني احنا عندنا ضغط جمهور رهيب ما بيرحمش حد بصراحة. لكن هو حقه طبعا كلاعب ان هو ياخد فرصته، يعني حقه كلاعب ان ياخد فرصته وبعدين نحكم. يعني انا فاهمك ان جمهور الاهلي بيبقى مستني افضل حاجه دايما من لعيبه النادي الاهلي. زي بقول لك كده ان هم من اول مباراه الجمهور النادي الاهلي بيقيمه، يعني لا انت فرود النادي الاهلي فلازم تشيل في المكان ده. اكيد موسيماني طبعا جايبه مقتنع بيه وهيديله طبعا فرصه بشكل كبير، وربنا يكرم ان شاء الله باذن الله يبقى يعوض الحته دي برضو كان فيها مشاكل شويه، لكن بعد وجوده مع مروان وشريف اعتقد الامور ممكن تختلف طب ما شويه. ترتب لي من وجهه نظرك خط الهجوم في نادي الاهلي، مين الافضل؟ واحد اثنين ثلاثه؟ محمد شريف. محمد شريف وبعديه مروان وبلا وولتر بوالي. ده وجهه نظري، يمكن طب احنا كنا الامور بنسال الناس. تختلف بعد كده فاهمك بشكل تاني.